إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أهل العلم المتخصصون، واسمعوا الكلام ده كويس، اللي هم أصحاب التخصص وفي باب الاعتقاد بالذات بيواجهوا مشكلة من المشاكل. هي ايه المشكلة دي؟ مشكلة في مسألة الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى عندنا بتمثل ايه بالنسبة للمسلمين؟ أشرف أنواع التوحيد، بل مرد توحيد العبادة لله إلى أسماء الله. سبح اسم ربك الأعلى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني الحياة كلها تدور على رفعة أسماء الله. فأنت لما تيجي تسأل واحد شيخ وتقول له هل العالم من أسماء الله؟ احنا عندنا كتير من المصريين وغير المصريين اسمه عبد العال. وأنا أذكر لكم قصة، كنا في السعودية وواحد من إخواننا الدكاترة رايح يكتب ابنه في المستشفى، فعايز يكتب اسم ابنه عبد العال، فالموظف السعودي قال له لا، العال مش من أسماء الله. قال له أنت مال؟ قال له ما انا هتحمل وزن، الناس هتقعد تقول خد يا عبد العال، تعالى يا عبد العال، وعبد العال ده مش من اسماء الله، فانا سميت ربنا باسم مش موجود. قال له يا عمي انا اسمي محمد عبد العال، وعايز اسمي الواد عبد العال محمد عبد العال. فالاخ ده قال له ايه؟ قال له انا عايز شهاده من اثنين اساتذه في الجامعه مشايخ يكتبوا ان العال من اسماء الله وانا اكتبه لك، عشان هم يتحملوا المسؤوليه امام الله عز وجل. موظف عادي. فجلنا في القسم ودخل علي المكتب وقال لي يا دكتور محمود الله يكرمك، اكتب لنا ورقه ان العال من اسماء الله. قلت له والله ما اعرف اكتب، انا مش متاكد اذا كان العال من اسماء الله ولا مش اسماء الله. وانت لو سالت اي واحد ما اقول لك دي المشكله، ايا كان، حتى لو وجهت السؤال للشيخ الازهر نفسه، هل العال من اسماء الله؟ إن قال لك من أسماء الله هات الدليل، أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ لأن إحنا لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، لأن الأسماء توقيفية على الوحي. يعني إيه توقيفية على الوحي؟ يعني ما ينفعش ألعب فيه، لأن أنت أصلا ما تقبلهاش على نفسك. يعني إيه ما قبلهاش على نفسي؟ يعني ينفع واحد يغير حرف واحد في اسمك تقبلها انت؟ لو واحد اسمه عبد الستار فكتبت عبد الستين مع ان الصح عبد الستين، كتبتها غلط يعني، قلت له والله انا شايف ان الستير احسن لان هو ده اللي ثبت في النص، فبلاش عبد الستار دي، وكتبت له الشيك باسم عبد الستين. وراح يصرف الشيك قال له هات البطاقه، فطلعت البطاقه عبد الستار. هل الموظف اللي قاعد هيرضى يصرف الشيك؟
ابدا. قل له في غلطه في اسمك، ولو انت تعمدت هيرفع عليك قضيه تزوير. فما باله يعني ما فيش شيخ من المشايخ ممن اعترض على قضيه الاسماء، لو قلت له هغير في اسمك وهلعب فيه ما يقبلهاش. انما اسماء رب العالمين تقبلها؟ دي مشكله. ولذلك قال لك ايه؟ ان اسماء الله الحسنى توقيفيه على النص. يعني ايه؟ يعني الاسم ورد في القران اخده، ما وردش في القران ماخدوش، ورد في السنه اخده، ما وردش ماخدوش. انا اشرح لكم القصه ان شاء الله عز وجل. المهم خمسه من المشايخ كنا قاعدين في القسم، كل واحد يسال الثاني: العلم من اسماء الله؟ قول والله ما اعرف. العلم من اسماء الله؟ والله ما اعرف. لا ايه يا جماعه دلوقتي؟ قالوا والله قضيه الاسماء معضله فعلا في الاسلام ومحتاجه دراسه. واتكررت القضيه كتير، كل موقف نتساءل فيه نهرب من الاجابه. انا عشان بقى عشت المساله عارف اللي بيحصل. فكنا قبل كده نقول ايه؟ لما واحد يجي يسالنا احنا عارفين مش عارفين الاجابه، فنقوم نقول له ايه؟ المساله فيها قولان، وهناك من قال يجوز وهناك من قال لا يجوز. زي اي واحد عايز يهرب من اي مساله مش يواجه الحياه عشان يقدم حل للناس، كان احنا اهل التخصص وبنهرب، امال عامه الناس هيعملوا ايه؟ فيقول لك المساله فيها قولان، قول يجوز وقول لا يجوز، ويسيبك بقى انت حر. طب انا اتصرف ازاي؟ انا اذكر مره من المرات كنا في مكه معتكفين، معانا الشيخ مصطفى العدوي ومعانا الشيخ علي حشيش، وقاعدين في الدور الثاني قصاد ميزاب الكعبه بالظبط. فجاي واحد بيسالنا احنا الثلاثه. سال الشيخ مصطفى العدوي: هل النظيف من اسماء الله؟ وهل من اسماء الله النور؟ وسال عن مجموعه الواجد الماجد. فالشيخ مصطفى بلباقه قال: اسال الدكتور محمود ده تخصصه. فانا على طول قلت له: والله ما اعرف اجاوبك، اسال الشيخ علي حشيش. فالشيخ علي حشيش قال اللي انا قلته: فيها قولان، ناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا، والراجل يا جماعه ريحوني، اسم ولا مش اسم؟ وفي النهايه الراجل طلع برضه مش نتيجه. المساله دي حزت في انفسنا. طب ليه؟ ايه السبب؟ الكلام ده بقاله تقريبا حوالي 10 او 12 سنه، 11 سنه بالظبط. انا قلت والله عيب علينا كاساتذه في الجامعه لما واحد كل شويه يجي يسالني، يبقى لازم دراسه القضيه. ودراستها دراسه مفصله. بحيث ان اي واحد في العامه اللي قاعدين، واحنا بنتكلم على المسجد هنا، ممكن اطول عليكم شويه. او ان احنا بعد الصلاه نكمل. بس ما تخرجوش الا وانتم فاهمين المساله، ما فيش ولا واحد منكم الا وباذن الله عز وجل يميز المساله ويعرف ده اسم ولا مش اسم. ليه؟ المساله كانت محتاجه دراسه موسعه. عانينا فيها الامرين. 5 سنوات من الدراسه المتواصله حتى اصبحت قضيه الاسماء عند صغار طلاب العلم اللي بيدرسوا عندنا يستطيع ان يميزها بدقه افضل ممن لم يدرسها حتى لو كان من مشايخ. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى احصاء اسماء الحسنى فقال، حديث متفق عليه: ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة، من احصاها دخل الجنة. ما قالش اكتر من كده. بيقول ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة، من احصاها دخل الجنة. احصاها يعني ايه؟ الاحصاء، اصل الاحصاء الجمع والتتبع، زي ما ربنا قال: احصاه الله ونسوه. احصى يعني جمعه عليهم عملا بعمل بعمل بعمل، حسنه جنب حسنه جنب حسنه، فجمع لهم اعمالهم. يبقى الاحصاء ان انت هتجمع الاسماء. طب انا هجمعها منين؟ من الكتاب والسنه. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام هل زود عن هذا الكلام شيئا؟ لا. ابو هريره رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابه اللي سمع الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان لله 99 اسما، 100 الا واحده، من احصاها دخل الجنه. بس ما فيش صحابي تاني سمع، يعني لم يثبت
لا عن علي ولا عمر ولا بعض من رويت عنه باتفاق العلماء ان في صحابي سمع النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول ان لله 99 اسما ما الا واحده الا ابو هريره بس. طيب هل الرسول عليه السلام قال لهم الاسماء ايه؟ هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الى اخر الصبور الرشيد؟ لا ما حصلش الكلام ده، الرسول ما قالوش. ولا ابو هريره يعرف عن الاسماء المشهوره دي حاجه خالص. هو دعا الى احصاء الاسماء وعلى سبيل الندب والاستحباب مش على سبيل الوجوب. يعني ايه الندب والاستحباب؟ يعني واحد يقول لك طب انا مش حاضر اعلم الكلام ده، خلاص ربنا يعينك واجمع الاسماء وان توصلت اليها يبقى فضل كبير، لم تتوصل فاحنا مؤمنين اصلا بكل اسم ورد في القران سواء عرفناه او لم نعرفه. يعني الصحابه كانوا يقول لك ايه؟ عقيدتنا تصديق خبر الله وتنفيذ امر الله، فتصديق خبر الله ربنا اخبرني عن اسمه فانا اصدق به اسمه. طب انا مش عارف الاسم ده، انا مصدق به حتى لو ما عرفتوش، عشان كده ما فيش خلاف بينهم، الكل على تصديق خبر الله في اسماء. طب ابو هريره قال ان لله تسعه، سمع الرسول بيقول ان لله 99 اسم. الحديث ده متفق عليه عند البخاري ومسلم. في خمسه من التابعين سمعوا ابو هريره بيقول الحديث ونقلوه عنه من غير زياده. السؤال دلوقتي الله، امال الاسماء التسعه وتسعين دول او الثمانيه وتسعين زائد اسم الجلاله الله ظهروا امتى ومين اللي جمعهم وازاي جمعهم؟ السؤال ده فضل علامه استفهام برضه. ايام الصحابه ما حدش جمع، لان ما سمعش الحديث لابو هريره بس، وممكن بعض الصحابه ما سمعوش عنه اصلا، وبعض التابعين نفس الكلام، هم خمسه بس اللي سمعوا، لغايه ما جينا الى عصر اسمه عصر المعتزله. بداوا ينفوا اسماء الله والصفات ويلعبوا فيه وينفوا اوصاف الله عز وجل. فعلماء السلف قالوا ايه؟ بعضهم قال ايه؟ الرسول بيقول ان لله 99 اسما 100 الا واحده. فالسؤال اللي بيجي في خاطر كل واحد يقول لك هم ايه؟ اسماء الله ايه؟ كان لسه السنه لم تدون، فلما دونت السنه وظهر ايام الامام مالك بعض السلف حاول ان يجمع الاسماء. يجمعها من ايه؟ ايه من القران يلاقي فيها اسم يكتبه، سمع واحد بيقول اسم يكتبه، واحد تاني نقل له اسم يكتبه، فقعد يجمع يجمع. كان مين اللي على راس القائمه؟ واحد اسمه الوليد ابن مسلم مولى بني اميه. الوليد ده مات سنه 195 هجريه. يعني ايه 195 هجريه؟ يعني بعد موت النبي، بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم ب 195 سنه، قرنين من الزمان. طب الوليد ابن مسلم ده كلامه وحي؟ قران وسنه؟ لا، بشر زي يخطئ ويصيب. وانتم عارفين ان السلف كلهم اتفقوا على ان المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وان كل انسان فينا يؤخذ من كلامه ويرد. ان كان في حق ناخده وان كان فيه باطل نرد. اللي يقول لك غير كده ما يبقاش سلف، يبقى بيضحك على الناس. الوليد بن مسلم عمل ايه؟ كان ينقل الحديث، حدثنا 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 ابو هريره قال ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها اهل الجنه. لغايه كده خلص الحديث. والوليد بقى يقول لهم الاسماء هي ايه؟ فيعمل الدرس بتاعه او المحاضره بتاعته ويسرد الاسماء. العلماء جمعوا وراه كم روايه؟ مره يقول لهم ال 98 اسم المشهوره دي، ومره يغير في اسمين، ومره يغير في ثلاثه، ومره يغير في اربعه. احنا بنتتبع ورا الوليد لقينا 23 مره اختلف في جمعه في 23 او اكثر من الاسماء. طيب برضه الحكايه لسه ما اتضحتش، ازاي الاسماء دي اشتهرت وانتشرت الى الان؟ الامام الترمذي لما بيدون كتاب السنن بتاعه روى الحديث ان لله 99 اسم، وقام زود روايه من الروايات بتاع الوليد اللي بيفسر بقى حديث النبي عليه السلام، اللي بيذكر فيها الاسماء بعد كلام النبي عليه الصلاه والسلام.
فقام ذاكر الاسماء المشهوره اللي الناس بتكتبها، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم وعدهم الوليد لغايه الرشيد والصبور. فالناس لما شافت الاسماء مدرجه مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام فكروها حديث وقالوا ده وحي، واعتقدوها حديث وكتبوها في اخر المصاحف، وانتشرت بين الناس من وقتها الى الان. واحد يقول لك يعني العلماء السابقين يا دكتور محمود ما حدش منهم تنبه للقضيه اللي انت، لا احنا لما عشنا الدراسه ما فيش ولا واحد كلم في الاسماء الحسنى الا ويقول لك ان الكلام ده هو من كلام الوليد مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل اسم لازم تجيب دليله من القران والسنه. هو فين في القران والسنه؟ ان ما كانش في القران والسنه ما يبقاش اسم. حتى العلامه ابن حجر في فتح الباري ما عجبوش شغل الوليد فقال ايه؟ قال نحذف الاسماء اللي مش موجوده في القران، فحذف من الاسماء المشهوره 27 اسم وجاب مكانهم 27 اسم وحطهم. ابن حجر ما اخوانا اللي بيتكلموا من غير علم ولا دراسه، لو في انصاف ما يلومناش، يلوم ابن حجر اللي جه على الاسماء المشهوره وحذف منها 27 اسم. لكن تعالوا بقى نتكلم بمنطق يفهمه جميع الحاضرين، وانتوا حكم في المساله ببساطه جدا. واحنا بنراجع ورا جمع الوليد بن مسلم لقينا ايه؟ حاجه غريبه قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما اجي اذكر اسم الاسماء اخده من الايه بنصها. فانا اقول لك مثلا من اسماء الله الحسنى الخلاق. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. الاثنين جنب بعض وفي ايه واحده، الخلاق والعليم. فالوليد بن مسلم قام واخد العليم لوحده وساب الخلاق وحطها في الاسماء. فانت لو رحت البيت هتلاقي ان العليم موجود في اللوحه بتاع الاسماء المشهوره والخلاق مش موجود. طب ليه؟ قال اي واحد عاقل يقول لك ايه يا جماعه استنى، هل كلام الوليد ده وحي؟ لا مش وحي. هل نزل عليه جبريل؟ ما نزلش عليه جبريل. طب ربنا بيقول وهو الخلاق العليم، يبقى ليه ما يكونش الخلاق جنب العليم؟ طيب لما ربنا يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فخد المقتدر وحطه في الاسماء المشهوره واتكتب في المساجد. طب ما جنبه اسم المليك، واللي قال المليك ربنا، وهو اسم باتفاق ما حدش يقدر يجادل فيه الا جاحد. يبقى ناخد المليك ولا اجيب اسم معلش دليل؟ يعني لما تيجي تشوف الاسماء المشهوره سؤال ما يختلفش عليه اثنين. النصارى بيلومونا لغايه النهارده، بيقول المسلمين بيسموا ربنا الضار. الضار اين ورد في كتاب رب العزه والجلال؟ حتى لو اضفت له النافع يقول لك ربنا ضار. ضار؟ طب انا بتحدى الى الان، واحنا قلنا الكلام ده من 5 سنين بعد ما طلعت نتيجه البحث، عالم من علماء الامه اللي في العصر الحاضر يجيب لنا دليل ان الضار من اسماء الله اسم او وصف او فعل. انت نفسك تقبل على نفسك انت في اي واحد من الحاضرين في المسجد، لو قلت لك انت راجل شر وانت بتضر وافعالك كلها ضرر واسمك الضار، تقبلها على نفسك؟ مين يقبل على نفسه هذا الاسم؟ ده احنا لما اتكلمنا على سبيل الخطأ غير مقصود في حق واحد من المشاهير الدنيا اتقلبت. كيف تنسب اليه افعال النقص والضرر؟ وقامت الدنيا ولم تقعد. فالواحد يقول ايه؟ يا ربي يعني هم لا يقبلون على انفسهم مجرد ذكر شيء من الضرر ويسمون الله عز وجل بالضار، وانت تسمع في مسجد عمرو بن العاص الشيخ بيقول يا ضار يا الله والناس بتقول يا الله؟ اين عقل الامه؟
ازاي تسميه الدار والرسول علمنا ان احنا في دعاء الصباح والمساء نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. والرسول يقول والشر ليس اليك. فين عقولنا؟ احنا بنتعبد ربنا ازاي؟ مش بالكتاب والسنه؟ طب هاتوا لنا اسم الضار من الكتاب. ما وردش. هاتوا لنا وصف الضرر منسوب الى الله. ما وردش. هاتوا لنا فعل يضر او ضر منسوب الى الله. ما وردش. ما فيش الا الايه اللي تقول وان يمسسك الله بضر. فالفعل المنسوب الى الله يمسس. فلما اخد منها الاسم هقول الماسس. ده لو جاز ان انا احول الفعل لاسم. لكن الضرر نقول الضرر يخلقه الله، يخلق الخير والشر فهو الخالق، ابتلاء للعباد. واللي انت شايفه ضرر ممكن يبقى خير يعود عليك، زي ما واحد بيشوف المرض شر وضرر وربنا خلقه، لكن ده ممكن يبقى كفارة وربنا يجعله رفعة في الدرجات. يبقى الوليد لما قال الضار كان مخطئ يا أخي، بشر يخطئ ويصيب. لكن أنا سيب المليك، إن المتقين في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأجيب اسم زي الدار أحطه في الأسماء وأدافع بقوة الشهرة أو بقوة المكانة على هذه الأسماء، بالله عليك هذا يعقل؟ طيب بلاش دي. ربنا بيقول إن ربي قريب مجيب. القريب من أسماء الله والمجيب من أسماء الله، والآية في كتاب الله. فجه الوليد خد المجيب وحطه في الأسماء المشهورة وساب القريب. يا الله، يعني عبد القريب صح، عبد المجيب صح، لكن الناس ما تعرفش ان القريب من أسماء الله لأن مش موجودة في 99 اللي بيحفظوها من صغره. العقل والمنطق بيقول لك ايه؟ أجيب الأسماء اللي ثبتت في الكتاب والسنة واذكرها للناس، ولا أجيب أسماء جماعة شخص عشان اشتهرت بين الناس؟ ما احنا لازم وقفة وتصحيح لمسار الأمة. القريب والمجيب من أسماء الله بلاش يا أخي. ده أنت لما بتقول في ركوعك وسجودك سبحان ربي الأعلى، وربنا بيقول لك سبح اسم ربك الأعلى، بيأمره ويقول لك اسمي الأعلى، فسبح الله باسمي الأعلى. روح البيت ودور في اللوحة اللي عندك، ولا بص في الأسماء اللي موجودة في الشوارع ومكتوبة، هل فيها اسم الأعلى؟ أول ما نزل في كتاب الله اقرأ وربك الأكرم. الأكرم أسيبه وامسك الدار. الرشيد الوليد ذكره من أسماء الله. ما احنا قبل كده لو كنت سألتني الرشيد من أسماء الله قبل الدراسة دي ما كنتش أعرف، ولا حد يعرف يقول لك عليه. واللي اسمه عبد الرشيد يعمل حسابه وما يسميش ابنه عبد الرشيد بعد كده، لأن الرشيد مش من أسماء الله. اسأل أي واحد قول له الدليل فين؟ جبته منين؟ هاتوا من القرآن والسنة. ما احنا لازم نتكلم. أنت نفسك تقول له الرشيد من أسماء الله، امسك بقى 99 اسم. قول له الاسم ده موجود فين؟ أنا أذكر لكم موقف. لما عملنا الدراسة وجمعنا الأسماء الحسنى في بادئ الأمر، طبعًا أنا عارف خطورة القضية لأن طلع إن في 21 اسم مش موجودة في القرآن والسنة. في الأسماء المشهورة. والأسماء الثابتة بنصها جمعناها وقلنا يا إخواننا لو في غلطة صلحوها أنتم. فعرضناها على الأزهر. فالأزهر قعد يدرس فيها 6 شهور كلمة كلمة، اسطوانة مقدمة بالصوت والصورة، بالصوت قصدي والكتابة النصية. درسوها وقالوا كلامك مظبوط وهذا تصريح بالأسماء الحسنى. جريدة الأهرام قعدوا يتحققوا في المسألة واسألوا المشايخ، تأكدوا فعلا إن الأسماء صحيحة وإن في 21 اسم مش من أسماء الحسنى. نشرت عدد كبير سنة 2005. والدنيا أيامها تقيلي بيتو إزاي؟ يعني أنا مش جايب حاجة من عندي. فالمهم لما انتشرت القضية، واسمعوا القصة إنها عجيبة شوية. لما انتشرت القضية وحصل رد فعل في العالم الإسلامي كله وفي القنوات الفضائية، أمن الدولة اللي بيقول الكلام ده مين؟ رئيس مجمع البحوث الإسلامية الشيخ عبد الظاهر. كنا في لقاء في أحد القنوات الفضائية فقال لي أنا عايز أقول لك على حاجة يا دكتور محمود عشان ما تتهمنيش أنا شخصيا ولا الآخرين.
احنا بعد البحث بتاعك ده اللي عملنا قلق في مجمع البحوث، بعت لنا الجماعه اللي في امن الدوله المسؤولين عن البلد ايامها، قالوا تعالوا انتوا ازاي توافقوا للدكتور محمود على بحث زي كده وعلى الاسماء اللي هتعمل قلبه، لان الكلام ده هيترتب عليه امور اقتصاديه ومسائل في سياسه الدوله. سياستها ايه؟ ان الاسماء دي مكتوبه في كل المساجد، فمعنى ان في 21 اسم غلط يبقى تتشال الاسماء ديت وتحط مكانها اسماء صحيحه، فازاي تدور التصريح؟ اللي بيحكي لي الكلام ده والله والله شهيد على ما اقول الشيخ عبد الظاهر، وكان حاضر معانا دكتور حاضر الموقف. قال لي انت عارف عملوا فينا ايه؟ قالوا لنا انتوا باي مبرر صرحتوا لهذا الرجل بهذه الاسماء؟ فالشيخ عبد الظاهر قال له احنا وافقنا عليها لانها كلها اسماء صحيحه في القران والسنه، والاسماء اللي قال عليها غلط برضه قال عليها غلط، طلعت ماشي من الاسماء مش موجوده في القران والسنه. قال له طب تعالى هاتوا لنا المجمع اللي وافق، وتعالوا ورونا الاسم ده فين وطلعه لنا من القران والسنه. اللي بيحكي لي الكلام ده والله رئيس مجمع البحوث. بقول خدونا يوم كامل من الصبح لاخر النهار ومعانا 50 مجلد شايلينهم، والمجمع كله واقف يسألونا الاسم الاولاني ده فين؟ نفتح له القرآن ونطلعه له. والاسم ده فين؟ نفتح له القرآن ونطلعه له. والاسم ده فين؟ نلاقيه في السنة. لغاية ما خلصنا 99 اسم اللي أنت جمعتهم في كتاب أسماء الحسنى. هذا الكتاب اللي هم بلومونا عليه الآن. بدل ما يقولوا جزاكم الله خيرا وإن كان خطأ يبقى مردود عليك وإن كان صواب نخ. انتوا عارف هو بيقول لي بقى بعد كده بتوع من الدوله قالوا طيب الراجل ده مالكوش دعوه بيه ولا حد يكلمه يقول اللي هو عايزه، فقال لي احنا معاك في الباطن لكن قدام الناس ما نعرفكش مش هنقف معاك. سبحان الله، قلنا معانا ربنا دي اسماءه وستنشر. الغريب في الامر ان اللي كنا بنتوقع ان هم على السنه وهيدافعوا عن الاسم بدليله وقفوا وقفه حائط صد للدكتور محمود. ليه يا جماعه؟ احنا بينا وبينكم ايه؟ ده احنا اناس بندعو الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انت هتقول للناس ايه لما يسالك عن اسم من اسماء الله؟ يعني انا هقول لك على سبيل المثال اسم المعز والمذل والمبدئ والمعين. خلينا في المعز المذل. انت بتقول المعز المذل من اسماء الله، ما الدليل؟ اين هو في كتاب الله؟ يعني ما تقول لي مثلا ربنا سبحانه وتعالى خلق فهو خالق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر فعل خلق. لما خلق سميناه خالق. اقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى سميناه خالق لان هو قال ايه؟ هو الله الخالق. شوف الاسم، البارئ المصور. فالخالق والبارئ والمصور اسماء وانت مطمن. ليه؟ لان الاسم بصيغته موجوده، انا ما لعبتش في حاجه ولا غيرت في حاجه ولا جبت فعل حولته لاسم. قلت طب وايه المشكله لما اجيب فعل واحوله لاسم؟ دي اسمها قضيه الاشتقاق. أقول لك مشكلة كبيرة ما تقدرش عليها ولا واحد من أهل العلم يقدر عليها، وحسبيت لك إن هم ما يقدروش عليها فعلا. الدليل كده إيه؟ ربنا بيقول قل اللهم مالك الملك. المالك اسم من أسماء الله. شفا كلام. تؤتي الملك من تشاء، تؤتي فعل، وتنزع الملك ممن تشاء، تنزع فعل، وتعز من تشاء ده فعل، وتذل من تشاء فعل. فواحد يقول لك ايه؟ الوليد بن مسلم جه قال تعز يبقى هو المعز، وتذل يبقى هو المذل. فيجي واحد يقول لك طب وانت سبت ليه؟ تؤتي فهو المؤتي، وتنزع فهو النازع. اشمعنى خدت المعز المذل وسبت المؤتي والنازع؟ انت سميت ربنا المميت ليه؟ فين هو في القرآن والسنة؟ ونحن نتحدى حتى الآن إن حد يطلع اسم من القرآن والسنة. يقول لك يا أخي ربنا بيقول ثم أماته فأقبره. ف
فهقول لك أمات يبقى مميت، دي محتاجة كلام. فهيجي واحد يقول لك طب أقبر يبقى مقبر. ليه ما سميتوش المقبر؟ هيقول لك لأن المميت فيها كمال والمقبر فيها نقص. يقول لا ده شغل نضحك بيه على بعض. أنا لا اسم المميت ولا اسم المقبر، ولا يجوز تسميه بالمميت ولا المقبر. ليه؟ لأن هو ما ذكرهاش. ولذلك أبو الحسن الأشعري واحد جاي يسأل يقول له إيه؟ هل يجوز أن نسمي الله عز وجل عاقلا؟ كان قاعد مع شيخي أبي علي الجباء. فأبو علي الجباء ده معتزلي وده مذهب الضلالة. قال له لا يجوز. قال له ليه؟ قال له لأن العقل مشتق من العقال، والعقل في حق الله محال. مش محال، إن العقل جاي من العقال أصلا، من الربط. فأبو الحسن الأشعري قال له إيه؟ قال له يبقى ما ينفعش سمي ربنا حكيم. قال له ليه؟ قال له لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام. حكمة اللجام الحديدة اللي بتحط في فم الدابة تمنع من الحركة. فبيقول له انت ليه أجزت انك تسميه حكيم مع ان ربنا ذكره، ومنعت ان تسمه عاقل؟ قال له الحاجة بسيطة، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه حكيما فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. سمى نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا. فما ينفعش ان انا اعبث في اسماء الله عز وجل. ولذلك قالوا الاسماء توقيفيه على النص، لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه في كتابه او في سنه الرسول. انما لو قلت انا بقى هاخد الفعل واحوله الاسم عشان انا شايف فيه كمال وشايف مزاجي بيقول كده يا اخي، لا مش بالمزاج. ده لو كان بالمزاج ما حدش يقبلها على اسمه. انا لما يكون اسمي سعيد واحد قاعد بينادي عليا في الشارع خد يا مسعد، هرد عليه؟ هو بينادي على سعيد مش مسعد. يقول لك تم سعيد زي مسعد. لا، بس الاسماء في حقنا احنا توقيفيه على البطاقه. اذا كان احنا ما بنبلهاش في حق نفسنا، ليه عايزين نخليها في حق ربنا؟ سداح مداح وكل واحد يسمي ربنا زي ما عاوز. لكن انا بقول لك باختصار، اسماء ربنا لازم فيها النص والدليل والوحي. ما ينفعش واحد يجيب اسم من عنده. الوليد المسلم جماعه، فهل اجمعت الامه على هذه الاسماء كما يدعي البعض؟ ابدا. ده كل اللي كتبوا في اسماء الله الحسنى، وخصوصا العلامه ابن حجر. العلامه ابن حجر في فتح الباري نقضها وغير فيها 27 اسم، وابن حزم وابن عسيمين وكل، ما فيش شيخ فيما نعلم الا واراد ان يتتبع الاسماء بادلتها. فاللي يقول لك الامه اجمعت على ذلك بينصب عليك. ليه؟ لسبب بسيط، هو بيقول لا تجتمع امتي على ضلاله. طيب اليس من الضلاله ان تسمي ربك بالضار وتوصفه بالضرر وتنسب اليه الشر اللي انت ما تقبلوش على نفسك؟ دي هدايه ولا ضلاله؟ خلي واحد منكم يقول دي هدايه ان انا اسميه الضار، يبقى فطرته فسدانه. والشر ليس اليه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، دي ضلاله باتفاق. فكيف تجتمع الامه على ضلاله؟ يبقى ما اجتمعتش ولا حاجه. هم الذين يتوهمون ان ترضيد العامه للاسماء، وان فلان بيغنيها وان فلان بينشدها وانها مكتوبه في الشوارع، ان الكلام ده اجماع، وده غير حقيقي. واحد من النصارى عمل بحث اتمهزأ به فعلا علينا، وكان الراجل بيستغل المسألة في ايه؟ يقول لك شوفوا المسلمين، انتوا بتقولوا، خلي بالكم النقطة، انتوا بتقولوا من اسماء ربنا او ربكم المعز المذل، جبتوها منين؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء. المبدئ المعيد مش من اسماء الله، ده افعال انتوا خدتوها اشتقاقا من الفعل يبدئ ويعيد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، قل انه هو يبدئ ويعيد. طب اذا كان الامر كده، ليه ما بتسموش ربكم بالفادي
والمحب زي يسوع الفادي المخلص، اشتقاقا من قول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. وبعت البحث ده على النت لكل اللي يحمله، ولذلك احنا لما ردنا عليه وقلنا له لا ده الرسول قال ان لله 99 اسما 100 الى واحده، وعد 99 اسم بنص ما موجودين اسماء بادلتها التوقيفيه ما زودناش حرف فيها، كل اللي عملناه حطينا خط تحت الاسم بس عشان تعرف ان كلام النبي حق عليه الصلاه والسلام. وسكتوا بعدها وعملنا دراسه في الاسماء عندهم، من بعدها ما حدش منهم اتكلم ولا يجروا ان يتكلم. ليه؟ لان حتى الاسماء ال 99 طلعنا هذه الاسماء من كتابهم هم في دراسه مستقله اسمها اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس عند النصارى، وكتبوا عنها في الجرايد في جريده رضوان يوسف، وقالوا فعلا اول واحد يعملها في تاريخ النصارى كان واحد مسلم، وبقت بصمه عجزوا فيها وبينا ليه هم ما جمعوش اسماء الله الحسنى عندهم هم. مساله كبيره يا اخوانا. فانت دلوقتي لو قلت ربنا سبحانه وتعالى ينفع ان انا احول الاسم الفعل واعمله اسم، هذا يقول لك استنى يا شيخ ازاي الكلام ده؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بنى يبقى البن، هتسميه البن؟ رفع سمكها فسواها، رفع فهو رافع، الرفع من أسماء الله؟ نعم، لكنه اسم مقيد ودي محتاجة شرح. الدليل على إن هو اسم إيه؟ الرافع، ورد في حق الله كده نصا؟ آه. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. طب دلوقتي لما يتكلم متوفي ورافع، الرافع ورد بالاسم، اسم فاعل هنا خلاص اسم، ما اقدرش اقول لك مش اسم. انما لما تقول لي كل فعل اخذ منه الاسم اللي يعجبني، فواحد هيقول لك ازاي؟ ربنا بيقول وفجرنا الارض عيون، هتسميه المفجر؟ وحملناه على ذات الواح ودسر، هتسميه الحامل؟ يا راجل عيب، مش كل فعل تحول الاسم، ولا من حقك اصلا انك تعملها. ولذلك في علماء كبار لما تعبونا في المساله ديت قلنا لهم طب خلاص انتوا بتقولوا يجوز للشخص ان يجي للفعل ويحول الاسم، ادي افعال الله في القران، وقمت مجمع لهم كل الافعال اللي ورد في القران عددها 370 فعل او يزيد قليلا، 375 فعل، وطلعناها في كتاب اسمه اصول العقيده، وبعتناها للمشايخ في اسكندريه، والمشايخ اللي عرضناهم وعرضونا وعاملين علينا هجمه شرسه الان، بعتنا لهم الافعال. انتم اكمل الناس عقلا وافضل الناس خلقا واكثر الناس تمييزا، تقدروا تميزوا ايه الفعل اللي ينفع تعملوه اسم وايه الفعل اللي ما ينفعش. ما ينفعش تقول للناس يجوز تعمل كذا وكذا وتسيبه، ما هسيب الاسماء للسمكري والنجار والسباك الغلبان اللي كل عمله ان هو يريد ان يتعبد الله بما ثبت في كتابه وفي سنه رسوله. فانتم اهل الفضل، بينوا للناس ما يجوز وما لا يجوز انكم تحولوه من فعل الاسم، وده في كمال حوله. بعث فهو باعث، يقول لك الباعث من اسماء الله، ليه؟ لان بعث يبقى باعث، يبقى الباعث كويس. امات فهو مميت كويس، فجر فهو مفجر، يقول لك لا ما فيش مش كويسه دي. طب كملينا بقى لما تخلصنا الموضوع. والله ما احد رد علينا ابدا ولا يقدر. ليه؟ انت مش هتسيبه، اشمعنى دي؟ لك انا شايف فيها كمان، هيجي واحد تاني يقول لك وانا شايف فيها نقص. وانتم متخيلين القضيه سهله؟ لما تيجي في اسماء الله وتقول ينفع انني اسمي ربنا زي ما انا عايز ويلا كله سداح مداح، وانت لما واحد يغير في اسمك انت بس حرف واحد لو قلته كلكم هتزعلوا منه. لو قلت اسمه كذا فهنحولها لكذا، ايه رايكم؟ كله هيزعل، يقول لك انت بتستهزئ بالشيء. يا اخي بالك ازاي؟ يعني ما تقبلهاش على نفسك وتقبلها في حق ربك؟ يا راجل ده توحيد؟ ده ما اشرف انواع التوسل الى الله عز وجل ان تتوسل الى الله بتوحيد الاسماء والصفات. اللي هي اساس الحياه اصلا. اساس الحياه ذكر الله، الذين امنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. الشروط، الشيخ بيكلمنا على قضية شروط اعتبار الاسم ببساطة شديدة جدا. احنا بنقول الأسماء اجتهادية ولا توقيفية؟ يعني اجتهادية وتوقيفية. كلمة اجتهادية يعني واحد الاسم ده اسم الاجتهادي هيقولك فيها قولاء، ناس بتقول اسم وناس بتقول ايه ما هوش اسم، ومحدش قال الكلام ده في أسماء الله، لأن أسماء الله لازم فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسوله، اسمها توقيفية. توقيف يعني لازم وقف على النص، تلاقي الاسم كده موجود بصورته، زي مثلا خد يا شيخ كده طلع أي اسم منهم، أي اسم كده عنه، اذكر أي اسم الأسماء. القريب. القريب. القريب اسم. ليه؟ لأن ربنا بيقول إن ربي ها قريب مجيب. الاسم بصيغته كده، أنا اللي ذكرته ولا ربنا اللي ذكره؟ ردوا علي. قريب مجيب، اللي ذكر الاسم كده مين؟ ربنا هو اللي ذكره. ما جبتش أنا مثلا أجاب فأقول لك يبقى مجيب باجتهادني، لا، ده اللي ذكره مين؟ ربنا. أي اسم هتلاقيه ده اسمه اسم توقيفي. فربنا لما يخبرنا عن اسمه يبقى المفروض أصدقه ولا أقول له فيها قولان؟ ردوا يا اخوانا، أصدقه. ولذلك الأسماء مبنية على تصديق النص، على تصديق ما أخبر الله عن نفسه من أسمائه، ولذلك لا نسمي الله إلا بما سمى به إيه؟ نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. طب لما يكون الأسماء توقيفية يبقى عشان تبقى توقيف الأول لازم أدور على نص ثابت، صح ولا لا؟ يعني ينفع واحد يجيب لي حديث ضعيف ما ثبتش ويقول لي فيه اسم يا شيخ؟ يقول لك اسم المنعم من أسماء الله، حق من أسماء الله؟ أنا بقول لك لا. طب افرض واحد جاب لك قال ده في حديث بيقول إن الله هو المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات، أهو الرسول بيقول أهو، ده حديث موضوع أو حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى ينفع أخذ منه اسم؟ يبقى المنعم من أسماء الله، لأن هات لي دليل، صح كده؟ فأنا دلوقتي بقول لك أسماء الله يبقى لازم فيها النص، ما أعرفش أجيب نص من بره القرآن والسنة وأقول لك ده اسم، ينفع؟ يبقى لازم يثبت النص أول، ولازم يكون اسم مش وصف ولا فعل، أدى عالمية الاسم، يعني ندعي عليه، يعني يكون اسم على أوزان الاسم المعروف، اسم الفاعل صيغة المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، تكون دي الأوزان، فقريب على وزن فعيل اسم، فلازم عالمية الاسم، ولازم دلالة الاسم على الوصف، لأن ما جيبش اسم مخلوق واجعله اسم الخالق، زي ما قال يؤذيني من آدم يسب الظهر وأنا الظهر، الظهر ده اسم الرب له ولا اسم الأيام والليالي؟ فقال لك دي من إضافة مخلوق إلى خالق. طب إزاي ربنا قال أنا الظهر؟ أنا خالق الظهر، زي ما قال الجنة أنت رحمتي، هل الجنة هي رحمة ربنا ولا مخلوق من مخلوقات الله يرحم بها من يشاء؟ دي حاجة عايزة واحد يكون دارس الأسماء والصفات. الحاجة التانية، في حاجة اسمها الإطلاق والتقييد. أنا لما أقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هل من أسمائه المنتقم؟ أقول لك من المنتقم على التقييد وليس على الإطلاق. يعني إيه؟ يعني هل ربنا منتقم من العالمين أم من المجرمين؟ ردوا يا إخواني. فلو قلت منتقم كده وسكت أقول لك هو منتقم من الأنبياء والمرسلين، إنما ربنا قال إنا من المجرمين إيه؟ منتقمون. فأنا أقول منتقم من المجرمين، فالمنتقم اسم مقيد مش مطلق زي ما أطلقه الولي. هذه الشروط. مفيش ولا واحد على الإطلاق درس العقيدة ومتأصل فيها اللي يقول لك الكلام ده هو كلام السلف. فاللي يقول لك لا ده مش كلام السلف يبقى هو نفسه اللي محتاج يتعلم ويدرس. حكاية ببساطة شديدة جدا. ولذلك احنا بنقول أنت لو قرأت الكتاب ده بس ده هتقدر تميز القضية بشكل دقيق. حتى احنا عندنا طلبة علم ولله الحمد عددهم كبير مش هين، يعني احنا بندرس معانا رسمي قرابة 2000 طالب، وبيدرس معانا اللي بيتابعونا على الانترنت مش اقل من 20 أو 30 ألف طالب فاهمين القضية دي زي ما انا شرحتها لكم. انتوا الحمد لله دلوقتي اللي يطلع من المسجد فيكم يقدر يقول ده هو اسم ولا مش اسم، هو فين؟ طلعوني من القرآن والسنة.
عرفتوها ولا صعبة دي؟ 21 اسم. انا هسيب لكم ورقة معايا موجودة في الكتاب، بس ورقة تقدروا ان كنتم تاخدوها وتعرفوا الاسم اللي ثبت واللي ما ثبتش. اهي احنا عاملينها لطلبة العلم اللي يرجع لها على وجه السرعة. هذه الاسماء المشهورة اللي ما ثبتش تحت منه خط، واللي ما ثبتش موجودة هو المطلق والمقيد، والاسماء البديلة اللي هي ينبغي انك تحطها في الاسماء المشهورة. اللي هيقول لي الضار من اسماء الله، قول له هو فين؟ الخافض هو فين؟ المميت مكانه فين؟ المانع مكانه فين؟ هاتوا القرآن والسنة. المذل، المقصد، العدل، النافع، المبد، المعيد، الجليل، الرشيد، الباعث، المحصي، الواجد، الماجد، المعز، المغني، الصبور، الباقي، الوالي. اللي يقول لك دي من اسماء الله، قول له طلعها لي من القرآن والسنة، عايز اشوفها بعيني زي ما شفت الخالق البارئ الايه؟ المصور. ان ما عرفش يجيبها وقال لك قول له بقى انا مش عايز لف ودوران بقى، ما يتعبش نفسنا، هات لي الاسم دليله يا اخي وريحني، مش موجود يا باشا اسماء الله. انما لما تقول له المليك من اسماء الله، يقول لك هو فين؟ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ايه؟ مليك مقتدر. الخلاق وهو الخلاق العليم. المبين ويعلمون الله الحق المبين. القدير مش موجود ده في الاسماء المشهوره على فكره. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. الرب سلام قولا من رب الرحيم. خد الرحيم وساب القريب وساب الرب. القريب عرفنا الدليل، مش كده برضو؟ إن ربي قريب إيه؟ مجيب. المولى النصير، فنعم المولى ونعم النصير. الشاكر، فإن الله شاكر عليم. خد العليم وساب الشافي. الشافي، حد يسيب اسم زي ده؟ اشفي وانت الايه؟ حديث صحيح. الاكرم، اقرا وربك الاكرم. لا اله الا انت المنان. الحنان ما ثبتش، مش موجود صحيح. الاعلى، سبح اسم ربك الايه؟ الى اخر الاسماء. الورقه معاكم عند الشيخ، تبوا يرجع له، وموجود الكتاب وموجود. من العلماء من قال بالاسم المقيد كالمنطق. طب ما احنا بنقول في 99 اسم مقيد طلعناهم، يعني اللي ثبت في عندك 99 اسم مطلق اهم اللي في نهايه الكتاب دول، وفي 99 اسم مقيد كمان اهم موجودين، كل اسم مكانه كذا ونصه كذا. هنعمل لك اكتر من كده، يعني بقول لك بدل احنا تعبنا في الدراسه ودي كبيره مش سهله زي ما انتم متخيلين، الحكايه كده بسيطه وان اي حد يتكلم في الموضوع، لا القضيه مش سهله يا اخوانا، قضيه كبيره جدا وستظل. ليه؟ لأنها تتعلق بأعظم شيء في العالم كله، بتوحيد الله عز وجل، بالخالق مش بالمخلوق. عشان لما تيجي تسمي ابنك، قبل ما تسمي ابنك دور الأول اسم موجود ولا مش موجود، بدل ما تسميه بعد كده عبد الرشيد ويطلع رشيد مش اسم الله. أنا كفاية كده ومعذرة الله وطولت عليكم، لكن الموضوع محتاج لإيه؟ لبسط وكلام كتير. وأنا والله يعني اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، ارجعوا لكتاب اصول العقيده واسطوانه اصول العقيده اللي فيها شرح الموضوع. ارجعوا لكتاب الاسماء واقرأوا بعدل وانصاف. مش القضيه تبقى قضيه تشويش وخلاص. ها؟ ما هي بقول لك اهو الاشتقاق بنفرق بين حاجتين. الاشتقاق اللغوي يعني واحد مثلا يقول لك ايه؟ والله عز وجل هو الباعث لما في القبور. فكلمة البعث هنا اسم ولا مش اسم؟ من ناحية اللغة اسم. لكن لما اسأله هل البعث من أسماء الله؟ لازم الدليل هو فين؟ تاخد بالك ازاي؟ لأن اللي بيألف، أنت لو جيت تقرأ كتابي كده هتلاقيني ذكرت أسماء على سبيل الكتابة اللغوية. فاللغة شيء والعقيدة شيء ثاني. العقيدة فين الدليل؟ أين هو في كتاب الله وفي سنة الرسول الأسماء توقفية؟ فبعض الناس ما بيفرقوش بين الجانب اللغوي والجانب الاعتقادي، فيجعل اللغة اعتقاد، فيلاقي في كلام ابن تيمية كلمة ذكر فيها اسم، زي يقول لك قاضي القضية على ربنا سبحانه وتعالى. فهل القاضي من أسماء الله؟ لا مش من أسماء الله. هيقول لك فين الدليل؟ مع أن ابن تيمية ذكرها، لكن ذكرها على سبيل اللغة. وابن القيم قال كده، قال إذا ذكرنا أن الأسماء مشتقة من الأفعال فلا نعلي إلا الجانب اللغوي بس. اتضحت؟ نعم.